أهلا بكم يا برج الحوت في التوقعات العامة لشهر ديسمبر 2019. هنعمل مع بعض دلوقتي إن شاء الله التوقعات العامة عن العاطفة، العمل والمال، الوضع الصحي وكمان الوضع الدراسي. أنا طبعا زي ما وعدتكم هبدأ شهري بيكم وشهر بالحمل، علشان دايما انتوا بتتظلموا وبتكونوا آخر ناس، فالشهر ده انتوا اللي عليكم الدور، يعني اننا نبدأ بيكم. فأتمنى ان القراءة تعجبكم ان شاء الله. طبعا يا برج الحوت، لو حضرتك كنت اول مرة بتشوف الفيديو اتمنى ان انت تدعمنا بلايك. كمان لو حضرتك كنت جديد في القناة يشرفني انضمامك لأسرة القناة بانك تعمل سبسكرايب. كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. طبعا انا بعتذر لو في صوت ازعاج بره، معرفش وصل لكم ولا لا. الطاقة العامة بتاعتك يا برج الحوت هي ذا امبرس. انت شكلك الحمد لله يعني محقق نجاح كبير جدا، شكلك باصص للأمام، ممكن تكون ناجح في شغلك أو في دراستك، محقق نجاح كبير قوي ومتميز قوي في شغلك ده. ممكن كمان يكون جاي لك فلوس، يعني شايف ما شاء الله، يعني ربنا مبارك لك وعندك وفرة مالية كبيرة قوي بعد فترة طويلة من الانتظار. يعني انت شكلك تعبت كتير في حياتك وحصلت على شيء كنت مستنيه من زمان، وتعبت كمان علشان توصله وعلشان تلاقيه، فالحمد لله يعني زي ربنا كرمك ووصلت لنجاح كبير وجالك كمان فلوس حلوة قوي. الشخص اللي انت بتتعامل معاه يعني هي طلعالي فلوس اكتر ما هي عاطفة، يعني حتى لو هي عاطفة شايف انت صاحب السلطة الاقوى والقرار في ايدك انت، وكلامك هو اللي بيمشي على الحبيب. هو تقريبا ممكن انتوا تكونوا على فكرة ما بتكلموش بعض، وهو منتظرك بقاله فترة، نفسه ان هو يصالحك ومتعلق بيك قوي، وتقريبا انت بصيت للامام يعني وقلت له انا مش عاوز نتكلم تاني، وابتديت ان انت تركز على شغلك وكده، و هو مفتقدك قوي بصراحة ومتعلق بيك ومنتظرك ومتعلق في علاقته بيك بقاله مدة يعني. وانت في المدة دي شكلك محقق نجاحات كتيرة قوي، باصص للأمام، بتعمل اختيارات كتير في حياتك وعارف طريقك كويس وماشي للأمام، والموضوع في ايدك انت. يمكن انت اللي بتقول امتى اقرب من الشخص ده وامتى ان انا ابعد عنه، لكن انا شايفك بصراحة انت مهمله شوية ومكمل في طريقك ماشي للامام ومركز على شغلك وانجازاتك بالاكتر. لكن الشخص ده مفتقدك قوي، بيحاول ان هو يعمل شفاء، بيحاول ان هو ينساك لكنه مش عارف، ومتعلق بيك قوي يعني. وممكن يكون مفكر على فكرة ان خلاص الموضوع انتهى وان انتم مش هترجعوا لبعض تاني، ويجوز انت ممكن تكون قلت له كده على فكرة، لكن الشخص ده مش عارف ينساك وبيحاول ان هو يعمل شفاء يعني علشان يبعد، لكنه مش عارف لانه متعلق بيك قوي. سوري كده احسن. اوكي. بالنسبة لوضعك في العمل، انا شايف ان انت ممكن يكون كان عندك خلاف او كان عندك خسارة، ممكن انتوا تكونوا في عمل جماعي وحد من التيم وورك عمل مشكلة، والمشكلة دي تسببت خسارة او تسببت اختلاف في وجهات النظر، وتقريبا يعني في مشكلة عندك كبيرة بتحاول ان انت تعالجها. في ناس كمان منكم عندهم سفر، لكن انا شايف ان انتوا عندكم في زي سوء فهم في العمل او مشكلة ادت الى خلاف في وجهات النظر وبالتالي ادت الى خسارة. ممكن كان في ناس منكم عندهم سفر وبسبب اختلاف وجهات النظر ده مش قادرين يحصلوا على السفر اللي جالهم في العمل ده. الطاقة دي ظاهرة جدا.
بالنسبة لوضعكم الصحي، أنا مش شايف إن أنتوا عندكم أي مشاكل، يعني الحمد لله أنا مش شايف إن أنتوا عندكم أي مشكلة. هو ممكن يكون فيه بس شوية ستريس مش أكتر يعني، لكن الحمد لله يعني مش شايف أي مشاكل. ممكن يبقى في عندكم شوية مشاكل في الرقبة أو كده، لكن أنا شايف إن الحمد لله أنتوا في وضع كويس جدا. يعني للطلبة منكم برضو شايف الأمور ماشية تمام. في ممكن ناس منكم كانت بتفكر تدرس في الخارج، وتقريبا ممكن يكونوا ما تقبلوش، لكن شايفين إنه في فرصة تانية وبيحاولوا يسعوا لها. أنا بقول لكم إن أنتوا إن شاء الله هيكون عندكم نجاح في السفر ده، واللي سافروا منكم إن شاء الله برضو هيكون عندكم نجاح من خلال السفر للدراسة في الخارج، ولكن حرصتوا شوية من بعض المصاريف يعني، لكن الأمور الدراسية ماشية تمام. بالنسبة للنصيحة بتاعتكم عموما، هي إن أنتوا تحرصوا من المصاريف، يعني الطاقة دي ظاهرة جدا. كمان بالنسبة للحبيب، يعني انا شايفك ان انت برضو ممكن تكون مستقوي عليه شوية، وانت اللي متباعد عنه، فخليني برضو اسحب لك نصيحة علشان نشوف. هو هنا بيقولك خليك سعيد يعني، او ان السعادة هي الضوء الحقيقي يعني. فأنت شكلك متضايق جدا بسبب ضغوطات العمل، أو بسبب موضوع خاصه يعني بدراسة أو عمل أو كده. مش شايف إن موضوع الحب ده مؤثر فيك على عكس طبيعتك يعني يا برج الحوت. على فكرة ممكن تكون القراءة دي عكسية برضو. هو بيقولك success، فغالبا برضو يعني ممكن تكون انت والحبيب بتشتغلوا مع بعض، يعني هو طلع لك هنا نجاح، فتقريبا ممكن انتوا تكونوا بتشتغلوا مع بعض. ممكن تكون النصيحة دي ان انت تركز على شغلك وتسيب الموضوع الحب والعاطفة ده دلوقتي، لان مش ده الوقت المناسب. يعني هو طلع لك هنا سكسس، نجاح، وان انت تكون سعيد يعني، فحاول ان انت تحقق المعادلة دي. خليني طيب أشوف المنفصلين منكم، هيبقى في رجوع للناس اللي بتفكر في رجوع، يعني سواء كانوا منفصلين بطلاق أو منفصلين جاست علاقة. يعني خليني أشوف هل يوجد احتمالية للرجوع هذا الشهر أم لا. هل يوجد رجوع للمنفصلين والمطلقين من برج الحوت هذا الشهر؟ اوكي، لا هو مش الشهر ده يا برج الحوت. يعني هو انتوا الاتنين عندكم طاقة شديدة ان انتوا تكلموا بعض، لكن تقريبا الطرف اللي اتساب زعلان قوي، سواء بقى انت او هو، وزي في حق يعني، في حد محتاج ان هو كرامته تتردله، حقه يتردله. الموضوع واخد دور كرامة، على الرغم من انكم وحشين بعض جدا وبتفكروا في بعض قوي، لكن الموضوع داخل في دور كرامة، وكل واحد منتظر التاني هو اللي يكلمه، فعلشان كده الموضوع بس ممكن هيتأخر شوية، لكن الحظ معاكم وفي فرصة للرجوع يعني. طيب بالنسبة للعزاب، خليني أشوف هل يوجد حب قادم في الطريق لهذا الشهر أم لا. وقع لكم عجلة الحظ يعني، هخليها.
في شخص كويس على فكرة جاي وهيطلب منكم عرض زواج، ولكن فكروا كويس لأن الشخص ده هو بقى أو أنتوا هيكون في طاقة تردد، أو حد منكم يعني غالبا هو بقى عشان أنتوا عزاب ممكن يكون خارج من علاقة، أو ممكن يكون بيختار ما بينك وما بين حد تاني، لكن غالبا ده هيكون عرض زواج على طول، زواج صالونات مثلا، مش هيكون زواج عن حب. يعني في حد هيجي يطلب منكم الزواج، حد انتم مش مرتبطين بيه وهيجي يلا نتجوز على طول، فلو ده يناسبكم اوكي يعني. فدي كانت قراءتكم يا برج الحوت، اتمنى ان هي تكون عجبتكم، ويهمني طبعا ان انا اعرف رأيكم في القراءة اذا كانت انطبقت معاكم او لا، ولو انطبقت انطبقت بنسبة قد ايه، طبعا يهمني ان انا اعرف رأيكم. كمان اللي ليه اي اسئلة او اي استفسارات تحت الفيديو هيلاقي وسائل التواصل موجودة. متشكر جدا ليكم يا برج الحوت، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.